كان الطفح الوقت فنان، وكان كرسام ومتمكن من العمل ديالو، حتى واحد العطاء كبير للفن. بعد فترة مرت، ومن بعد ما مرت حتى واحد ما انتبه له، مع انه عطى بزاف من الفن ما انتبه له حتى حد. حنا اللي ولادو، احنا اللي تبعناه وبدينا كنديو على الطب، مع انه ما كانش حتى كيهضر، ما كانش ودابا ما كيمشي لا والو. بوحديتنا اللي كنا عاطين له الاهتمام، مع ان مسؤولين كاملين قسم على الاقل يردوا له العطاء اللي يعطى. بصفتي كاريكاتيريست كيهمني بزاف 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 نتقدم للجميع بهذا النداء اللي كيتعلق بحياة فنان كاريكاتيريست مغربي كنعرفوه باسم عبد السلام المريني. سنوات ورشته كترسم بسمة الأمل على وجوه القراء، وكتوعدهم بغد أفضل. عبد السلام المريني سنوات أيضا وهو كيتعامل أو كيساهم بصدق وإخلاص وتفاني برسوماته الفنية الكاريكاتيرية الجميلة والهادفة في خدمة الكاريكاتير المغربي والإعلاء من قيمة هذا الفن. عبد السلام المريني هذا الفنان المغربي هو الآن في هذه اللحظات كيعاني من وضعية صحية صعبة وحرجة. الاستجابة لهذا النداء كتعني خدمة للفن المغربي وتقدير للفنان المغربي وإنقاذ الحياة الفنان عبد السلام المريني المغربي. تنوجه واحد النداء بمناسبة مرض الرسام الفنان الأخ عبد السلام المريني، اللي هو رسام معروف وعطى الكثير للجرائد الوطنية ونال عدة جوائز، من جملتها جوائز ديال جريدة الشرق الأوسط. راهو الآن طريح الفراش ويعاني، تنطلب من الإخوان كافة باش يقدموا ليه شي مساعدة للعلاج، اقتداء بملك البلاد اللي هو تيشجع ديما الفنانين، وفي الأزمات ديالهم المرضية تيكون هو أول سباق في معالجتهم. سي عبد السلام المريني فنان طنجاوي معروف في أواسط التسعينيات، كان نجم يعني معروف جدا في مدينة طنجة، وكنا كنتابعوا الرسومات ديالو باستمرار في الصحف المحلية. والسي عبد السلام عنده تاريخ، عنده بصمة كبيرة في الكاريكاتير المغربي، وهو من الرواد. اليوم ألم به المرض ويعني يعاني كثيرا، ويحتاج منا إلى التفاتة، ويحتاج من الجهات الرسمية التفاتة أيضا، ونتمنى أن يلتفت إلى هذا الفنان الكبير الذي يتخبط مع المرض ومعاناة الألم وأيضا مصاريف التطبيب. سي عبد السلام المريني الصديق من الأبناء ديال مدينة طنجة اللي عطاو الشيء الكثير للفن ديال الكاريكاتير، وهو الإنسان اللي عشنا معاه الأيام جميلة. كنطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يشافيه، لأنه ألمت به أزمة صحية، وكنطلب من الناس اللي كيعرفوا السي عبد السلام المريني سواء مدينة طنجة وخارج طنجة أنهم يقدموا له يد المساعدة حتى يعود السي عبد السلام المريني ويبدع من جديد في هذا المجال. من خلال هذا النداء كنتوجه لجميع أصحاب قلوب الرحمة، محبي الفن والفكر والثقافة وفن الكاريكاتير في هذا البلد، ومحبي الفنان المغربي عبد السلام المريني ابن مدينة طنجة، الذي متعنا خلال أجيال برسوماته الكاريكاتورية. هو الآن يمر بفترة عصيبة حيث تمكن منه المرض من جسده ومن ريشته، هذا المرض الخبيث العضال الذي يتطلب مصاريف كثيرة ويتطلب أدوية كثيرة ويتطلب كذلك جهد للتنقل بين المستشفيات من أجل القيام بالحصص العلاجية. وجه النداء إلى الجميع من أجل إنقاذ هذا الفن وإنقاذ هذا الفنان من هذه المحنة التي يمر بها.